السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة عندي اسمها إليفيشن، تمام؟ ده بمعنى إن أنا ببص للمبنى كأني واقف قدام المبنى، بشوفه مش من فوق، لأ من الجنب، تمام؟ عشان أضيف إليفيشن ونبدأ نشتغل عليه، باجي على فيو إليفيشن، تمام؟ وببدأ أحطه في المكان اللي أنا عايزه، تمام؟ هفترض مثلا إن أنا أحطه هنا، تمام؟ هاجي عليه هنا، تمام؟ هنلاقي ان مستوى الرؤية بتاعه لسه صغير، مش واخد المبنى كله. اسحبه كده مثلا، ممكن اخد المبنى كله او اخد جزء معين. انا اخد مثلا المبنى كله، تمام. عايز ابدأ اروح للالفيشن دوت اتفرج عليه. اجي هنا كليك يمين وجو تو الفيجن فيو، جاب لي المبنى من ناحية الشرق، كل حاجة فيه. عايز اشوفه احسن، طيب تمام. بس ده المبنى من ناحية الشرق كاليفيشن.